بمناسبة إيران، إحنا عندنا زي ما كنا بنقول وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وصل إمبارح الجمعة الخميس عفوا إلى لبنان، والنهاردة التقى عمل عدة لقاءات رسمية ويعني سياسية، وعمل مؤتمر صحفي. في المؤتمر الصحفي كان فيه تصريحات مهمة للوزير الإيراني، يعني كانت كلها بتسير إلى أنه يعني منها أنه المهم بحسب كلامه أنه أمن لبنان، وأنه أمن لبنان والحفاظ على الهدوء فيه، وهو بيقول ده هدف زيارتي، واقترح عقد اجتماع لقادة المنطقة للبحث في هذه الأوضاع. طبعا كان في استقباله مندوب عن حركة حماس ومندوب عن حركة الجهاد الإسلامي أيضا، بالإضافة طبعا إلى حزب الله. والوزير الإيراني بيقول إنه الولايات المتحدة تريد إعطاء إسرائيل فرصة لتدمير غزة، وهذا خطأ أمريكي فادح، وإنه إذا أراد الأمريكيون منع تطور الحرب في المنطقة فعليهم لجم إسرائيل، وانه الدعم الامريكي غير المحدود لجرائم اسرائيل المستمره كما قال سيجعل الوضع اكثر سوءا. بالتالي هناك يعني تحرك ايراني في نفس اللحظه اللي فيها تحرك امريكي. وزير خارجيه امريكي جه امبارح، وزير الخارجيه الايراني جه امبارح المنطقه، ده وصل الى اسرائيل، ده وصل الى لبنان، ووزير خارجيه امريكي بيواصل جولته في المنطقه. وجود والظهور الايراني النهارده اللي اعقبه في تجمع شعبي حصل في الضاحية الجنوبية بعد صلاة الجمعة، وكان في نائب الأمين العام لحزب الله يعني ألقى فيه خطاب حماسي كبير. طيب احنا عشان نفهم ده برضو هيبقى معانا على التليفون الآن الأستاذ الدكتور مدحت حماد، أستاذ دراسات الإيرانية بجامعة طنطا. أهلا بيك يا دكتور مدحت. أهلا بيك يا دكتور، شلون ازي حضرتك؟ أهلا بيك يا دكتور مدحت. دكتور مدحت، يعني زيارة وزير الخارجية الإيراني دي يعني في التوقيت ده وفي اليوم اللي بيوصل فيه وزير الخارجيه الامريكي، هل معروف للكافه ان وزير الخارجيه الامريكي جاي لهدفين، هو وحامله الطائرات، الاول دعم اسرائيل والثاني رسائل الى دول الاقليم تمام واهمها ايران انه تمام ما تتدخلوش. وزير الخارجيه الايراني جاي يبعت اي نوع من الرسائل؟ يبعت دكتور رشوان، يبعت 3 رسائل مهمة جدا. أول رسالة هي رسالة طمأنة رسمية من جانب المرشد علي خامنئي، لأنه كان في تصريح للمرشد علي خامنئي تاني يوم الأزمة ما اشتعلت يوم السبت اللي فات، اللي علي خامنئي طلع وقال إنه في الآخر إحنا لن نترك حماس، لن نترك المقاومة الفلسطينية، ودعمها واجب شرعي ديني علينا كجمهورية إسلامية إيرانية. أعتقد إنه الرسالة الأولى إن وزير الخارجية جاي عشان يطمن قادة المقاومة الفلسطينية، وبالتالي يقصد يعني يوطد أكتر وأكتر من عملية التنسيق اللي بقالها 3 سنين بتتم على قدم وساق من 2021 تمام بين حزب الله وبين المقاومة الفلسطينية. الهندسة العسكرية المقاومتية القائمة بين الجبهتين، جبهة حزب الله وجبهة غزة، كان طبعا اللي أسس ليها قاسم سليماني، واللي وضع الأسس بتاعها كان قاسم سليماني. دي الرسالة الثانية، أو ده الهدف الثاني، إنه هو يريد وزير الخارجية الإيراني إنه يعني يؤكد على الصراط الوثيقة بين الجبهتين غزة. والرسالة الثالثة هي مباشرة فعلا للولايات المتحدة الأمريكية، نحن هنا، إيران موجودة في شرق المتوسط من العراق لسوريا للبنان لفلسطين، مصالحنا نحن لا ندافع فقط عن المقدسات الإسلامية، إنما ندافع عن الوجود الإيراني الذي تم هندسته على مدار 30 سنة بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية في سنة 1988. دي 3 رسائل مهمين جدا جدا. عظيم. طيب احنا دلوقتي ايران هو الفاعل الحاضر الغائب في الازمه دي كلها، والكل يعلم بدون يعني اي نوع من الاجتهاد في التحليل او غيره انه المقصود بعدم توسيع نطاق الحرب في الخطاب الامريكي والغربي هو عدم دخول ايران. ايران الحليف الرئيسي ويعني الاول ليها في المنطقه، وبالتحديد في المنطقه المتخمه لدوله الاحتلال، هو حزب الله.
وحزب الله تجاربه السابقة يعني معروفة للكافة، وخبراته تطورت إلى حد كبير قطعا، اللي هي الجبهة الشمالية بتعبيرات الإسرائيلية. السؤال الآن هو، هل حزب الله، وإحنا طبعا سمعنا تصريحات من قيادات الحزب الله بتقول تمام، لكن دخول حزب الله إلى المعركة إذا ما بدأت الاجتياح البري لغزة، هل حزب الله يقتصر دوره على تقدير الموقف أم اتخاذ القرار، ولا اتخاذ تقدير الموقف واتخاذ القرار يكون في طهران؟ لا، أنا أقول لسعادتك، هو مش محتاج يروح طهران لسبب بسيط خالص، إنه فيما يعني استشفيته من خلال متابعتي لوسائل الإعلام الإيرانية من يوم السبت اللي فات، وما تم تسريبه في بعض الصحف الإيرانية ناطقة بالفارسية في خلال الأسبوع اللي فات، هناك بالفعل وصل لحزب الله وربما لفلسطين. أنا قاصد إن أنا أقول سعادتك الكلام ده، بعض قادة الحرس الثوري الإيراني من فيلق القدس. يعني حسن نصر الله مش محتاج يروح يبقى القرار في طهران، لأنه أنا قلت لسعادتك من 3 أو 4 دقائق إنه السيناريوهات أو عملية هندسة العلاقات بين محور المقاومة اللي هم حلفاء إيران في المنطقة، هذه الهندسة وضعت من قبل 2006، نقدر نقول من 2001 و2 بعد المواجهات العسكرية اللي حصلت سنة 2000 اللي عملها قاسم سليمان. وبالتالي هناك آليات، يعني سيناريوهات موضوعة مسبقا وموجودة في الأدراج، إذا حدث كذا هنبقى السيناريو نطلع سيناريو ألف، إذا حدث كذا نطلع سيناريو ب. بالتالي اللي أنا استنتجته من خلال مطالعة الصحف والوسائل الإعلام الإيرانية أن بعض قادة الحرس الثوري من فيلق القدس هم الآن في جنوب لبنان، وبالتالي عملية المواجهة إذا تمت بالفعل مش هتبقى تقدير موقف، ده هيبقى إنفاذ الإرادة بتاعة المقاومة أو محور المقاومة الذي تقوده إيران رسميا، والذي يعلن عنه تاني يوم زي ما قلت سعادتك علي خامنئي مرشد الجمهورية الإسلامية. طب إيه اللي يدفع النقطة اللي إيران أو آسف حزب الله يقرر بعدها الدخول؟ اللي احنا سمعناه انه احد امرين، اما انه المقاومة في غزة يعني تواجه موقف صعب، او ان المقاومة في غزة تدعو حزب الله ومحور المقاومة للتدخل. هل ده هو الحقيقة ولا حزب الله عنده حسابات اخرى؟ لا، ده في اعتقادي وفيما يعني في تقديري برضو للموقف، ده هو ده الحقيقة، وده اللي تم اعلانه، انه الهجوم البري، وربما ده يفسر ليه تاخير برضو الهجوم البري الاسرائيلي على غزه، لانه احنا امام 48 ساعه حاسمه، 48 ساعه اللي قادمه هي حاسمه في تاريخ ومستقبل منطقه الشرق المتوسط برمته، وربما منطقه الشرق الاوسط، لانه اذا صدقت اسرائيل ودخلت هجوم بري شمال غزه، اعتقد ان هي كانها تدفع حسن نصر الله الى ان يثبت مصداقيته، حطه على المحك. اعتقد ان حسن نصر الله بمواقفه سيدخل بالفعل الجبهه. وازيدك على هذا ان ربما تكون هذه هي احدى الفرص التي ينتظرها حسن نصر الله وتنتظرها ايران لاعاده هندسه العلاقات او عمليه الردع بين حسن نصر الله وايران وبين تل ابيب والولايات المتحده الامريكيه. الموضوع ربما يكون أكبر بكتير من فكرة حماس مع إسرائيل، لأنه لو صدق حسن نصر الله واجتاح الشمال الإسرائيلي لن يخرج منه، أنا قاصد وأنا أعيد الجملة، لن يخرج من الشمال الإسرائيلي، وستتغير الخريطة السياسية الإسرائيلية، وستتقلص الخريطة السياسية الإسرائيلية، وإذا نجح الخارطة السياسية الإسرائيلية، وإذا نجح حسن نصر الله سنكون بصدد تغيير جذري في طبيعة المعادلة، وهذا ربما يؤدي إلى تصعيد آخر من جانب الولايات المتحدة ومن جانب إسرائيل، وتبقى برضو دي الفرص اللي إيران بتنتظرها. إيران في اعتقادي الشخصي يعني بتعتبر أنه أي مشكلة
تحدث في شرق المتوسط مش بمثابه تهديد، هي بمثابه فرصه لانفاذ الطموح بتاعها لتحقيق الرؤيه الاستراتيجيه بتاعتها اللي هي ايه في الاخر اللي هو معلن اللي يجب ان احنا ما نغضش النظر عنه اطلاقا، القضاء تمام. على اسرائيل. هو ده ايران اعلنت الكلام ده نعم. والمرشد علي خامنئي اعلن الكلام ده نفسه. اذا نحن امام حرب اقليميه كبرى قد تشتعل اذا ما دخل حسن نصر الله فعلا في ارض المعركه. اذا اما اذا قامت المقاومه حماس والجهاد بطلب النصره مباشره زي ما حصل بين سوريا ومصر في حرب اكتوبر نعم. تخفيف الجبهه الشماليه في ظن في يقيني ان حسن نصر الله سيستجيب على الفور، وربما قبل ان تغرق حماس سيكون قد دخل حسن نصر الله المعركه. احنا امام 48 ساعه ازمه. مصر اعتقد انه نعم. اسمح لي دكتور ضياء نعم. احنا امام يعني مش هقول أزمة وجود، لكن أمام تهديد استراتيجي صحيح. للأمن الإقليمي الذي ينعكس مباشرة على الأمن القومي المصري صحيح. أعتقد الدعوة اللي قال عليها، وأنا قصد برضو دي علي وزير الخارجية الإيراني عبد اللهيان، أنه يدعو إلى عقد مؤتمر قمة إقليمي، احنا محتاجين نفكر في الموضوع ده. طيب انا عايز ارجع برضو تاني للسيناريو الخاص بحزب الله. التحليل او تقدير الموقف الايراني، ايران عارفه انه في حامله طائرات امريكيه وبعض البوارج والمدمرات البريطانيه موجودين في الشرق المتوسط وبقرابه الحدود الاسرائيليه والشواطئ الاسرائيليه واللبنانيه. تقدير الموقف الايراني، هل هذه القطع العسكرية والتدخل العسكري الأمريكي هيبقى حال ويتم في حالة تدخل حزب الله، ولا في حالة تدخل الدولة الإيرانية ويعني دخولها مباشرة، ولا هيعتبر أن مجرد دخول حزب الله يوجه أسلحته إلى حزب الله في لبنان باعتبار أنه ده ذراع الدولة الإيرانية؟ تقدير الموقف الإيراني إيه؟ التاني طبعا، أن هو مش انه القطع دي جايه عشان لو ايران اعلنت رسميا انها اتدخلت، لا نعم. وزير الخارجيه الايراني ووزير الدفاع اسف وزير الخارجيه الامريكي ووزير الدفاع نعم. لما نزل النهارده في تل ابيب قال احنا جايين عشان نطمئن حلفائنا واحنا نعم. ونحذر نعم. الاطراف الاخرى من ان هي تنخرط في الصراع عن طريق وكلائها والوسطاء بتوعها، يعني حزب الله او حتى الحوثيين في اليمن، لان هم برضه في خلفيه المشهد الاساسي ان دول موجودين صحيح. فاعتقد انه تقدير ايران انه تدخل امريكا سيتم بمجرد تدخل حسن نصر الله ممتاز، وبالتالي ممتاز. هي عامله السيناريو. وانا في المناسبه دي يعني قدرا تذكرت حاجه مهمه جدا اقول سعادتك عليها. اتفضل. من حوالي 6 سنين نعم كانت إيران تجري مناورات عسكرية في منطقة الخليج وبحر عمان والمحيط الهندي، جزء من وهي أعلنت الكلام ده رسميا وعملت الكلام ده لثلاث سنين متصلة، من جزء من هدف من أهداف المناورات العسكرية البحرية الإيرانية اللي أجرتها القضاء على وتدمير حاملة طائرات. وضعت الرسالة. وضعت الرسالة. فده بالتالي أنا صحيح. تذكرت ده حاليا. فأنا بما أن إذا موطن المناورات اللي قلت سعادتك عليها دي إيران طهران، من أدرانا وإحنا وكلنا نتذكر في 2006 معذرة حسن نصر الله أغرق بارجة ولسه كانت امبارح. هنترك كل ده للتطورات، احنا يعني بنتوقع الآن، لكن احنا أيوة مع بعضنا بس ما نستبعدش ده. وضعت الصورة، أنا مش بستبعد، أنا سمعت حضرتك وسمعت يعني ما جرى في 2006 أعوام، وطبعا بشكرك جدا جدا على كل هذه الشروح اللي فهمتنا كتير الوضع الإيراني ووضع حزب الله. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ الدكتور مدحت حماد، أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة طنطا.